السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. للأسف رسميا طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. هنكشف لحضراتكم كل التفاصيل والحقيقة الكاملة زي ما قالها أخوها، أو يعني اللي ما كانش موافق من البداية على زواجها من أحمد العوضي، وائل عبد العزيز، كشف السر برسالة هنقراها مع بعض، وكمان عملية خطيرة هتجريها خلال ساعات بعد عملية عملتها بالأمس. وبصراحة العملية دي كانت، يمكن هي كانت السبب الرئيسي في الانفصال بعد قصة الحب اللي احنا كلنا كنا شايفينها جميلة، بس الله أعلم كانت الخبايا بتاعتها ايه. خلينا نصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأطلب من حضراتكم جميعا تدعوا للفنانة الموهوبة الجميلة شكلا وموضوعا الفنانة ياسمين عبد العزيز. سبحان الله، من بعد حياة جميلة جدا جدا وبعد خطأ طبي، الله أعلم الخطأ كان مقصود أو لا، لكن هناك شكوك إن هو بصراحة كان مقصود، وده اللي أكده اللي كان زوجها، نقدر نقول اللي كان زوجها بنسبة 90% أحمد العوضي. تفاصيل كلها كالآتي: الناس اللي ما تعرفش كان عندها ايه، هي زي اي ست راحت علشان تعمل ازالة تكيسات، والعملية دي تتعمل بالمنظار وحاجة سهلة، اعتقد اي دكتور مبتدئ ممكن يعمل العملية دي، لكن للأسف العملية فشلت تماما وسببت مشاكل تانية، وهو انفجار القولون واستئصال جزء منه، وكمان تسمم في الدم. طبعا لما الموضوع زاد جدا جدا الأطباء نصحوها، أو مش الأطباء، أهلها نصحوها إنها تسافر برا مصر علشان تستكمل العلاج، وبالفعل تم تجهيز طائرة إسعاف وأخدوها لسويسرا، علشان طبعا كان في احتمال كبير قبل ما تسافر الاطباء قالوا انها تزيل الرحم، فهم سافروا سويسرا علشان يتاكدوا من اذا كان في اي طريقه تانية تخليهم ما يعملوش الحاجه دي. احمد العوض يا جماعه كتب على صفحته من اول دخولها المستشفى ادعوا لها، ورسائل كتير ورسائل حب، كنا دايما بتقول فعلا العوض كنا بنقول عليه كده. لكن من بعد ما ايمن نور الدين صحفي اتكلم وكتب انهم اتطلقوا، وان ما بقاش بينهم غير ان الموضوع يبقى رسمي، طبعا كان لازم احمد العوض يرد، ورد وقال كفاية هبدو، بلاش تحط السم في العسل. بالمناسبة ان الصحفي ده صديق مقرب جدا من وائل عبد العزيز وايضا من احمد العوضي، وعارف تفاصيل كتير عن حياتهم، لكن لما رد الرد ده فناس كتير اتكلمت وقالوا ان هم اتطلقوا، فكان لازم وائل اخوها يتكلم ويقول، لكن كلامه اكد الشكوك وقال ياسمين حرة تسافر مع زوجها او تسافر مع اهلها، هي اختارت انها تسافر مع اهلها ودي حاجة ترجع لها. بالمناسبة كمان قبل ما هي تسافر بثلاث أيام ما كانش متواجد معاها العوضي تماما في المستشفى هنا في مصر، وكمان ما سافرش معاها لسويسرا، هو قال بسبب التأشيرة. طب هو زمان التأشيرة كانت خلصت، هي مسافرة بقالها فترة طويلة، وكمان الفنانين بالحاجات دي والأوراق بتخلص عندهم بسرعة جدا، معقولة لحد الآن ما خلصتش؟ ما بقاش بنزل حاجة على صفحته تدل ان هم لسه متزوجين، او صور حتى ليها، او يطلب ليها الدعاء، او يتابع الناس بحالتها زي ما هو كان متعود ان احنا بنعرف اخبارها منه. كل الشكوك دي اكدت ان هم كانوا من البداية راحت للدكتور، وعشان كشفت وعملت كل الفحوصات دي عشان حاجة واحدة بس، انهم كانوا بيبحثوا عن الانجاب، هي حابة انها تبقى عندها اولاد من احمد العوضي، وهو ايضا حابب ده، خصوصا ان ياسمين عندها قبل كده اولاد من زوجها السابق محمد حلاوة، والموضوع بالنسبة لها يعني مفيش مشكلة، فراحت تعمل فحوصات اتضح ان عندها تكيسات في المبايض زي ما قلت لحضراتكم، ودي كانت عملية سهلة، لكن المشاكل اللي حدثت بعد كده هي اللي سببت لها كل الوضع ده. ياسمين زي اي ست في الدنيا حصل لها تجربة قبل كده وفشلت، واتجوزت واحد وكانت بتحبه جدا، وده كله احنا لاحظناه وشفناه في كل الصور اللي كانوا بيتصوروها، للأسف شكلهم اتحسد وحسد جامد جدا، والله اعلم طبعا. لكن هي احمد العوضي حصل منه خلافات، والخلافات دي بتأكد ان هو طلع ندل قوي، وبتأكد شكوك اخوها وائل
اللي كان معترض جدا جدا على زواج ياسمين من احمد العوضي، واحنا شفنا الكلام ده كتير، وكان دايما يقول لها ان هو طمعان في شهرة او طمعان في فلوسها، خصوصا ان هو فنان وبيمثل ادوار كتير، ولكن شهرته محدودة مش زي الجميلة ياسمين عبد العزيز اللي بجد من حب ربه وحب في عبده، اللي كل الوطن العربي بتدعي لها انها تقوم وتعدي الفترة دي على خير، ان هو يعمل معاها مشاكل في الوضع الصحي دي، او ان هو الوضع الصحي الصعب اللي هي فيه، او ان هو ما يسافرش معاها، وده كله ان هو بيبحث عن انها يكون عنده اولاد منها، او اكيد دي حاجة مش بارادتها ولا ارادة حد، دي ارادة ربنا، وانها كانت بتبحث بالفعل يا جماعة، لكن هي سافرت لسويسرا مخصوص علشان لو في اي حل تاني بعيد عن ازالة الرحم. احمد العوضي لما عرف الامر بالطريقة دي ما سافرش معاها، وده بيدل وبيأكد فعلا ان اخوها كان عنده حق، ان هو بني ادم ندل جدا وبتاع مصلحته، ويضمنه يعني ان هو نفسه ممكن يخلف بعد كده لو طلقها علشان السبب ده، لكن بنسبة كبيرة وبنسبة اكتر من 90% زي ما الشكوك كلها اكدت ان هما لسه الاعلان الرسمي. بصراحة هي صعبانة علينا جدا جدا انها تكون في الوضع الصحي دي، والمفروض يكون هو اول واحد واقف جنبها. بجد البنت دي كانت بتحبه جدا، وده كان باين من صورها، وحسيت الكلام ده منها في كل لقاءاتها وهو كمان، ولكن سبحان الله كل شيء نصيب. نتمنى بس، واهم حاجة اهم من انها تكملوا مع بعض او ما يكملوش، انها تقوم بألف سلامة، لان خلال 48 ساعة اللي جايين عندها عملية جراحية كمان، والعملية دي هتكون خطيرة جدا جدا، مشاكل صحية بتتعرض ليها ومشاكل كبيرة وكلها مرة واحدة، فالموضوع اكيد مؤثر. المتواجد معاها دلوقتي اخوها وائل عبد العزيز واهلها. احمد العوضي مش متواجد خالص معاها، وما عملش اي كلام ولا اي حوار من يوم ما رد على الصحفي وقال بلاش تحط السم في العسل وبطل هبد. طيب تمام، اهو الموضوع فعلا مش حقيقي، او انت ما طلقتهاش، ليه ما بتكتبش على صفحتك؟ ليه ما بتطلبش ليها الدعاء؟ طب ليه ما سافرتش معاها حتى الان؟ ليه ما سافرتش ليها؟ مستحيل تكون الفترة دي كلها التأشيرة ما طلعتش. اتمنى ان ربنا يوفق لهم دايما خير، وان ربنا يعوضها خير عن كل حاجة هي شافتها في فترة بسيطة جدا، وياريت ندعي لها من قلبنا ونرفع ايدينا، وان شاء الله ان شاء الله ترجع تنور الدنيا بضحكتها الجميلة، وترجع لاولادها اللي هم بجد بجد هم اللي هيبقوا باقيين ليها. بشكر حضراتكم جدا، وبعتذر لو طولت، بس في حاجات كتير كنت بسأل عليها وكان لازم ارد. شكرا جزيلا لحضراتكم، ولو في تفاصيل هنوفيها مع بعض في فيديو قادم. شكرا جدا، سلام عليكم.